ماشي اللي يحبه قلبه. صلي على محمد. اللهم صلي عليه وسلم. بياخذ البرميل. بياخذ البرميل ان شاء الله. كفو. بسم الله. اصب على التتبيله. انا قلت انك نسيت التبله. لا لا. كل شيء مخطط له. اجل. يا ولد. ما يحتاج ينزل زول. الحين حطينا الرز، سقطنا عليها السنام، وحطينا يا حبيب. لا 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 ما نبيها. يا ابن حلال ذكر الله. يا رجال بياخذ. وانا عشان برميلك يعني شغلتنا. والله بيشيل ما شاء الله بيشيل. بيشيل. على فكره الحضور واجد لا يحسبون اسراف ترى ما يكب شيء. اي نعم فيض الله وجهك. بسم الله. شوي شوي. شوي شوي. شوي عليك. ما شاء الله. عوزنا يا رجال. ما شاء الله. يلا خرف تبغى الطاره. خرف الطاره. هذا سواق القلاوي. ثلاث ساعات. دقر السنه. طبعا يفتح المحابس اللي هناك لين اخر شيء وتاكد من فتحه التهويه حقت الاكسجين ويحتاج محول ضغط زي هذا تفتحه ضغط عالي ضغط عالي تحكم بالمسمار من هنا تربط لين يطلع صوت الغاز ولا بالجدع جينا من النار نص ساعه نعطيه 40 دقيقه نار عاليه وبعدين بنعطيه ساعتين و20 دقيقه مجموع ثلاث ساعات لان حاكي ساعتين وايش ساعتين و20 دقيقه على نار متوسطه حلو ارفع عليه عطر ما هذا؟ لا هلا والله مرحبا، انت جالس عند البرميل من اليوم ها تحتري هذا البقار يطلع باي طريقه. انا قاعد نقطع السلطه يا ابو ليش ما ناديتني طيب؟ والله عاد تعرف يعني نبي الخلطه سريع سريع مثل ما يقولون وبشرت لحقت على الخلطه السريه. طيب طبعا الليمون قشره يعطي نكهه مع السلطه. وهذا دبس الرمان نحطه؟ لا دقايق بحط الليمون ابو فارس. بسم الله. انا ما اعرف الوصفه. ما شاء الله تبارك. تكتب لنا ذي بعد حق السلطه؟ نكتب كل شيء بس خلنا ناكل العين وبعدين طبعا نحط الدبس ها عجيبه السلطه عجيبه ذقتها ابو فارس ذاك اليوم ذاك اليوم شيء 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 احكم طبعا طبعا نحط الدبس على الليمون مكونات طماط وليمون وجزر مبشور وخيار وخس وانت احكم وهذا اللي هو دبس الرمان اي نعم حطينا ولا يضاف بصل ولا شيء مره حطينا عليها عصره ليمون بعد زياده يعني حامضه مره. نقلبه عشان الخليط يضبط. ونروح نشيل البرميل. طبعا أيوة ما تبقى الا 10 دقائق. كم باقي 10 دقائق؟ يس. خلاص السلطه جاهزه. وبعد مرور ثلاث ساعات. ما شاء الله خلصنا. فكينا اللي حق الغاز ونقول